وعشان كده هذا النصر بيعلمنا الانتصار على النفس، بيعلمنا الخروج من ضيق النفس، وإن الحياة من غير معنى معاناة، وإن الحياة من غير معنى توجعنا، وإن الحياة من غير معنى ألمها لا تخف ولكن تزداد وتسقل وتكوي القلوب وتكسر العظام، لكن الحياة بمعنى نتحمل بها كل الألام حتى لو هنعدي كل الأهوال، بس لما يكون في معنى. أكتوبر علمنا المعنى. طب نعمل إيه عشان نعيش بده؟ أول حاجة اسأل نفسك دلوقتي وانت قاعد معايا، ايه المعنى اللي بيخليك قلبك موصول بالله؟ ان مثلا انك لما تسامح بتحس ان المعنى ده اللي بيخليك موصول بالله، ان انت عندك قدرة على انك انت تتجاوز كل المخاوف اللي حطتها لك نفسك الأمارة بالسوء، من المعنى انك تترك الحكم على الناس، انك تفكر ازاي تكون سبب من اسباب السعادة، انك ازاي تخدم الناس وتنفع الناس من غير ما يعود عليك نفع. وأول ما تلاقي المعنى ده امسك فيه، انوي ان انت تعيش بالمعنى ده طول حياتك، زي ما الشهيد مات على المعنى دوت فألقى الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى. أول حاجة شوف المعنى ايه وامسك فيه. تاني حاجة كل يوم نص ساعة اختلي بالله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى انه يبصرك بالمعنى والقيمة اللي انت ممكن تعيش من أجلها، ويمكن ده من قلبك، لأن المعنى ده لو تمكن من قلبك هتشوف الدنيا بنظرة مختلفة وتحس إن أنت مع الله. الحاجة التالتة خلي ليك دعاء كل يوم، اللهم إني أعرف أنني عبدك وأن سعدي بيدك وأن حياتي عندك، فأسألك يا سيدي أن تأخذ بيدي فتقيمني عندك في حضرتك حتى أعيش حياتي بين يديك. يا سادة ما ألذ الحياة بالمعنى، ودايما المعنى يجمعنا، ومن له معنى أكيد سيعرف أن الله معه، لأن هذا المعنى أنت لا تصنعه ولكن يصنع لك على عين الله لكي ترى الحياة من عند الله. يا رب اجعلنا من أهل المعنى، واجعل هذا النصر باب من نصرنا على أنفسنا لكي نعيش بالمعنى ونلقى الله على معنى أن الحق أتى لنا بالحقيقة لنذهب إليه منتصرين على أنفسنا، خارجين من ضيقنا، خارجين من أوجاعنا. يا رب اجعلنا في أمانك، اجعلنا في ضمانك، اجعل هذه الأيام المباركات تفتح لنا أبواب فضل ونعمة وبركة ونور وراحة بال، واجعلنا يا رب كل أيامنا أيام انتصار على أنفسنا الأمارة بالسوء، واجعل لنا يا رب بابا من أبواب الشهود لنشهد الحياة واسعة بنعمتك، ونرى أن المعنى دائما إذا فتح لنا بابا على الإقبال عليك فإنه معنى موصول بالنور، موصول بالخير، موصول بالعمران. اللهم جنبنا بالمعنى الذي يوصلنا إليك يا حق يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.